عملتوا ايه في الجو؟ عيصنا الجو اسود. ايه اللي حصل؟ انبسطتوا اهم حاجه؟ موت. انبسطنا جدا موت. انا مش يعني اول مره اعملها في حياتي، بس انت مش اول مره. بس انا بالنسبه لي بقى ان دي يعني انا وهي ان هي مناسبه مميزه جدا جدا، عمري ما انساها في حياتي عشان كانت اول مره اعملها في حياتي معاها. معاها في العادي الناس بتبقى مقلقه جدا من المغامرات، ومغامره زي النهارده اكيد بعض. لا 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 خالص، انا ما ايه بقى اقول لهم يجوا يعملوا مغامره. يا ريت يا ريت كلنا نعمل كده. يا ريت يا جماعه بجد، انا شفت احلى منظر في العالم. اي ده حقيقي، احلى منظر في العالم، منظر فوق فظيع. انا عملت الدايف السكاي دايفنج قبل كده في امريكا، والله العظيم مفيش مقارنه. اصلا المكان اوريدي ان احنا نعمل بطابة، شايفه اربع بلاد في نفس المنطقه. أيوة. حاجه يعني، واصلا كمان جدا واحنا جايين احنا عدينا على اربع دول ليترلي، يعني السعوديه وفلسطين والاردن ومصر. يعني خدنا تور كده من فوق، المنظر من فوق مش طبيعي. طب يلا بينا قبل ما نكمل كلامنا نسمع الفويس نوت ونشوف كان شعوركم ايه قبل ما تركبوا الطياره. ماشي يلا بينا. مش حاسه ان هيبقى في اختلاف. على فكره انا عايز اعملها تاني دلوقتي. دي تبقى اول مره في حياتي انا اعمل حاجه زي كده. يس. وان شاء الله مش تبقى اخر مره. طبعا ان شاء الله. لا I'm very very excited. انا كمان جدا جدا متحمس. عايز اروح للموضوع ده بسرعه. اول مره هعمل التجربه دي في حياتي عموما، وحلاوتها بقى ولذاذتها انها مع مسبوسه، فهنبقى طايرين في الهواء، في الهواء جنب بعض زي ما بيقولوا طايرين. سو اكسايتد جدا جدا، وهنحكي لكم بقى على اللي حصل فوق بعد ما نرجع. ايوه بعد الفاصل بس خلاص. لا شكرا. رجعتوا نفس فعل الاحساس يعني. لا 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 المغامر الجامدين جدا. نفس الاحساس. معلوماتنا عنك يا بسنت انك ست بيت شاطره. ده حقيقي. هنشاهد فراج عليكي هو يقول جدا حقيقي ولا لا. جدا جدا جدا. ايه قول؟ اكتر حاجه بتاكلها من ايديها حلوه بتبسطك ايه؟ يا معلم انا هقول لك على كارثه. اول مره اكلت من ايديها عمري ما هنسى. وكانت انا عشان بحب الاكله دي، والاكله دي صعبه مش سهله يعني عشان تتعمل. وعملتها تحفه. تحفه. قعدت اكل فيها 3 ايام. الف هنا وسهلا. عكاوي. الله. احنا خلصنا مغامرتنا النهارده معاكم وكنا مبسوطين. يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا بالمغامره. جدا جدا جدا. وقبل ما نمشي من المكان يلا بسرعه سيلفي انت وبسنت مع علي صلاح الدين واجمل منظر في طنطا.